ومجلس الوزراء أقر بالاستعانة أو عودة المعلم الفلسطيني، لأنه الكويتيين يحبون استعمال هذا المصطلح عودة المعلم الفلسطيني أكثر من استقدام المعلمين الفلسطينيين. وتم الاتفاق على أن تطلب الكويت 180 معلم كدفعة أولى نعم. إلى دولة الكويت اعتبارا من العام الدراسي القادم. وبالفعل الآن هناك وفد من وزارة التربية والتعليم الكويتية موجود في رام الله، نعم. وبدأت عملية المقابلات يوم الأحد الماضي، وأنا أتابعهم بشكل يومي ما فيما يتعلق في استخدام المعلمين الفلسطينيين. العملية الحمد لله تمشي بشكل جيد، وحتى اليوم أبلغت أنه تم تمديد زيارة الوفد إلى يوم الثلاثاء القادم. كان المفروض أنهم يرجعوا الكويت يوم السبت، ولكن تم التمديد إلى يوم الثلاثاء لعمل عدد أكبر من المقابلات، خاصة بكرة غالبا لن يكون هناك مقابلات لأنه في إضراب شامل في فلسطين، تضامن مع الأسرى الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، شامل بما فيها المواصلات يعني حتى. وتكلمت مع الدكتور هيثم الأثري بعد ظهر اليوم واستجاب الحقيقة، وتم التمديد ليوم الثلاثاء القادم. وعلى هذا الأساس العملية ماشية.